في واحد اللي قال له جحيش بن مهاوش الحشال دعا لعياله ان الله ما يرزقهم عياله واستجاب الله دعاه. طيب وش القصة؟ هذا رجال توفيت زوجته وعياله صغار، رفض انه يتزوج حتى يهتم بعياله لانه خاف يتزوج ويهملهم. والزمان الماضي كان الوضع قاسي وشديد، لذلك ويتعب ليل نهار حتى يوفرهم لقمة العيش ويسعدهم ويعوض فقد الأم، فيوم يأخذهم عند خوالهم ويوم عند جيرانهم ويلعبهم، وحيال ينام هو جايع وهم شبعانين، وما خلى عليهم قاصر حتى ما يطلعهم بالشمس ولا يخلهم يرعون الغنم ولا شيء، هو يسوي حتى يسعدهم. ويوم كبروا زوجهم ودفع المهر، وكل واحد سواله زي ما تقول سكن خاص فيه. ثم هو بدأ يكبر بالسن، يكبر هم متزوجين وخالصين، لمين رق عظمه وضعف بصر وصار معوج الظهر. جو كلهم عن بكرة أبيهم تنكروا له، ولا واحد منهم أواه ولا واحد منهم ساعده، وكلهم قالوا يعني انقل. وهذا شيء يعني شيء يقهر، يعني أصلا الوالد قدره عظيم، فما بالك إذا صار الإحسان كل الإحسان اللي سووه ثم يتنكرون له. الزبد أنه تضايق مره ودعا عليهم أن الله ما يجيهم عيال، وفعلا كلهم ما جاهم عيال، وقال هالقصيدة البديعة المبكية. قال الذي يقرب لي من كتيب، يلي تقرون العمى من عماكم، يا عيال يلي تشرفون المرازيب، تريضوا لي واقصروا في خطاكم، خذوا كلام الصدق ما بتك ذي مثل السند مضمون للي وراكم، يا عيال لا صرت ضيوف ومعازيب، ترى الكلام الزين ملحة قراكم، المذهب الطيب فهو مذهب الطيب، والمذهب الخايب يبور انساكم، يا عيال ما سرحتكم بلواهيب، يا عيال ما عمر المعزب ولاكم، يا عيال ما ضربتكم بالمشاعيب ولا سمعوا الجيران لجت بتساكم، ياما توليت الزبايل تقل ذيب من خوف لا ينقص عليكم عشاكم، وياما شربت السمن من عرض ما جيب يفز قلبي يوم يبتسي حداكم، احفيت رجليني بحامي اللواهيب وخليت لحم الريب يخالط عشاكم، يا عيال دوكم لحيتي كلها شيب، هذا زمان قعودنا في ضراكم، حنا كبار الآن نقعد عندكم، الآن هو كبير قمت توكى فوق عوج المصاليب، قصرت اخطانا يوم طالت اخطاكم، عطوني القرضة عليكم مطاليب، عطوني القرضة جزء من جزاكم، أبي رد الجميل بس، ماني فاضحكم بوسط الأجانيب، بأعمالكم يدرون كل قرباكم، لو كان تدرون الردى والمعاييب صرتوا مع المخلوق، يقصد نفسه، مثل أخوياكم خوالكم بالطيب تروا المغاليب، ولو تتبعون الجد محد شناكم، وش علمكم يا تاركين المواجيب، حسبي عليكم هالردى وين جاكم، قصيتكم وسنت وادي سلاحيب ولقيت بالصبخة مدافيق ماكم، يا عيال بعتوني بصفر العراجيب ما هي حقيقة سود الله قراكم، هذه الدعوة يلا عسى أعماركم شمسها تغيب يعتم قمركم ثم تظلم سماك، يعلكم في حاميات اللواهيب يلي على الوالد خبيث لغاكم، شفت الجفا والحيف والغلب والريب بضلوعكم لا بيض الله قراكم، عسى نساكم ما تحمل ولا تجيب ولا حد من البزران يمشي وراكم، اخسوا خسيتوا يا كبار اللغابيب اهبوا هبيتوا يقطع الله نماكم. يا الله سمعت القصيدة مؤلمة جدا جدا جدا، واستجاب الله دعاء الله ببر الوالدين.